مين اللي بيدب على الباب؟ انا اسراء يا دميانة. اهلا يا اسراء، تفضلي. اهلا يا غالية، ادخلي. جيتي في وقتك، هوكلك الويكة اللي في حياتك ما كلتيهاش. انا لا ليا نفس اكل ولا اشرب. خير في ايه؟ في ايه كف الله الشر؟ زعلانة انت وجوزك اياك؟ لا لا، امال في ايه؟ بس فهميني. انا عاوز اوصل لنادرة. نادرة؟ وصلي زي ما انت عاوزة. اهل جوزك عارفين هي فين ومتجوزة مين؟ لا لا لا، اهل جوزي ولا جوزي ينفع يعرفوا ان انا هكلمها ولا اوصل لها من اصله. دول كانوا يذبحوني. وعاوزاهم يسيبوك ويذبحوني انا؟ وهم ايه اللي هيعرفهم بس؟ بقول لك يا اسراء، بعيدين انا عن الموضوع ده. طب اديني نمرتها وانا هوصل لها، دي حبيبتي وبينها كل خير. ما اقدرش. كده برضه يا دميانة؟ دي امانه. وبعدين انت عاوزه نادرة فيه؟ واه، عاوزاها وخلاص. هتديلي نمرتها ولا لا؟ طب هقول لها الاول، الاصول بتقول لك ده برضه. في دي عندك حق، بس قولي لها ده موضوع حياه او موت. موت مين وحياه مين؟ فوتك بعافيه يا دميان. اسراء استني عندك، فهميني بس في ايه؟ بعدين. خير يا رب. واه، ما قالت لكيش عاوزاني فين؟ جايز في مشكلة مع جوزها أو مع عبد الجبار ذات نفسه. رقمها معاي، هبقى أطلبها. سلام. غلبانة يا إسراء. مرت علاء دي صح؟ صح. عايزاكي في ايه؟ بتقول مسألة حياة وموت. لا. ايه قولك؟ انا خاف عليك كده، لا يكون ملعوب عاملينه عشان يجيبوكوا بيه. لا إسراء، ما تعملش كده. وما تعملش كده ليه؟ بقول لك يا نادرة، سيبيني ادور الموضوع ده في دماغي الاول، وما تكلمهاش من تلفونك لحد بعد الانتخابات يحلها الحلال.